الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر ميناء لاستقبال ضيوف الرحمن باتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على سلامتهم عبر الجولات الميدانية في مخيمات الحجاج وتعزيز جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه. تواصل المديرية العامة للدفاع المدني إجراءاتها الوقائية وجهودها من خلال تكثيف الجولات الميدانية في مخيمات سكن الحجاج في المشاعر المقدسة وأيضا في مساكن الحجاج في العاصمة المقدسة للتأكد من كفاءة أنظمة الوقاية والحماية من الحرائق في هذه المواقع وأيضا التزام أصحاب المخيمات والشركات بمزودي الخدمة للحجاج من التقيد بإجراءات وشرطات الدفاع المدني. تقدر عدد الخيام بمشعر ميناء بحوالي 160 ألف خيمة رعي فيها مقاومتها للعوامل المناخية كالعواصف والرياح ومرونة أجزائها للتشكيل والتركيب وتأمين صنبور حريق مزود بخرطوم للإطفاء داخل كل خيمة. صممت الخيام بحيث لا تتسرب مياه الأمطار إلى داخلها على أن تستخدم الممرات فيما بين الخيام لتجميع المياه ودفعها للطرق أو الشوارع المجاورة. الإجراءات الوقائية الميدانية تدعمها أيضا إجراءات وقائية متمثلة في المحاضرات وورش العمل مع الشركات القائمة على خدمة حجاجي بيت الله الحرام بهدف رفع ثقافة السلامة وأيضا إيصال رسائل الحقيقة حول كيفية تحقيق السلام لحجاجي بيت الله الحرام أثناء وجودهم في المشاعر المقدسة. تشهد مخيمات مشعر ميناء جاهزية تامة لاستقبال ضيوف الرحمن حيث بدأ العمل على تجهيز المخيمات منذ نهاية موسم الحج المنصرم. تم تجهيز غرف المبيت ومراكز الإعاشة وتوفير كافة الخدمات ليؤدي نسكه بكل يسر وسهولة. من مشعر ميناء أسامة القاسم، العربية.